لكن الذين عرفت أسماؤهم من الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار. أما رضوان خازن الجنة فورد فيه حديث ضعيف. وكذلك منكر ونكير قيل هي أعمال الملائكة وليست أسماء لهم. وكذلك الرقيب الحفيظ أنها أفعالهم وليست أسماءهم. بغض النظر لا يترتب على هذا شيء أبدا، سواء قلنا أسماء أو أعمال، قلنا أسماء أو أعمال لا يترتب عليها شيء. المهم أن نؤمن به ملائكة الله تبارك وتعالى، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون.